كتمشي كتمشي مع الوضع حركة الوضع كتمشي كمية كاملة الماء الصالح والصوت كتمشي مع الوضع حركة شكون تشوفها لا تمشي ياخذ فيها قرار شكون تاخذ فيها قرار انا تنبدا وخرجوا غادي تكتشفوا حوايج اخرى غير هذا الشيء شوفوا فين كتمشي الصح الاموال اللي كتمشي الصح فلهذا انا ما غاديش نتوقف هذه العملية هذه وانا مع الاخوان انا مع الاخوان وخا هذا المسبح الاولمبي غادي يمشي بالطريقه القانونيه من اجل الاستغلال من حقنا الى بدينا تحت الطوبيل نشتد من واحد في المعينه ماشي شي ليكتيف انا معكم كشي هشام قال لك تخاف من ربيع كدور ما كاين حتى شي حد ان هذا بلد الاستغلال لا يمكن ان من ناحية الطبول وبصير على كاس الإدارة راح تعمل ابتدائي راح تعمل ابتدائي تحت الدنيا من الحكاية وبلا استثمار بلا استثمار كان مرزح كسحر يوصفوا مولاي عدلات بحكم التدوير وبحكم يعني الاكسبيريونس اللي جايه في التسعينات يعرفهم اخر من اي واحد انا كنظن ماشي هذا شهاده يراد بها الحرب ولكن انا كنت انتظر النقطة اللي تكون مدرجة مجدولة هنا الوضعية تكون نقطة فريدة في هذه الفرصية تكون وضعية الأسابيع مدينة مجلس إذا المقارنة باش تكون صحيحة ما غنبقاوش نهضرو على مسبح اليوم وغدا نهضرو على مسبح اليوم كتكون نقطة نهضرو على الوضعية المسابيح كلها ديال مدينة مجلس لأن الوضعية كما تيقول مولاي عباس كارثية فيها تقارير ديال لابوراتوار بيبليك اللي كتقول مثلا المسبح السين ما بقاش صافي استغلال المسبح ديال بوعمرية هي ماشي غنقولوا راه ولات الشجر في البصر لا شي واحد فيديو البارح راه هي الشجر في وسط البصر ديال الكاتريام اللي كان قديم انا سيد رئيس تنقول وانا عندي ليرجونس في المسابح في لونتروتيان ديالهم كان الاجدر ان تكون برمجه حتى دابا انا كنقول الاخوان ما دازت اون اورجونس المسابح اولى بالاقتناء ديال شي قطعه ارضيه اللي غادي نحلها المرافق هذه هذا كيكون في اطار التصور ديال البرنامج التنموي شنو يدار اما نحط فلوس ونبروكيهم في لاكيزيسيون دو تيرا ديال مليار و600 وانا عندي مسابح والناس ما بقاتش فيهم تمشي هذا مشكل دونك انا كنقول فاش نكون كنحط التقديرات ديالي في الميزانيه تكون مبنيه على اسس صحيحه وسليمه لان بهذه الطريقه غادي ننمي المداخل حتى هما غاديش يخدموا ما غايخدموش هذا العام السين ما غايخدموش هذا العام البلد ما غايخدموش هذا العام ودابا انا كنقلب على مجلس التسويق صحيح هذا المشروع هذا راه كيتصاوب كيبناه مجلس العماله كيبقى محطوط يعني ما عمرنا استغلينا واليوم كنختاروا له اون فاريونت دو جيستيون ما جربناش فيه باش نقولوا حنا خفقنا ولا فشلنا في التدبير ديالو وهاد الطريقه اللي درنا اليوم سيتي الالترناتيف باش نصحوا داك التدبير اللي ما استطعناش ندبروا حنا ما عمرنا دبرناه كيتصاوب كيتحط هذا هو المشكل دابا اللي كاين دونك حنا هذا باش درنا ماشي بناء على واقع معين اللي خلينا نرجعوا لهذا التدبير بهذه الطريقه ولكن انا ماشي ضد اعداد كناش تحملات باش تكون الوثيقه مرجعيه غدا ان شاء الله الى اننا بالنا نحطوه في الكادر ديال البروجي ديال الاستثمار ما عنديش مشكل ولكن انه يتنظر للمسابح بنظره غير بحال هكا بوبتيال هنا ونخليو المسابح اخرى راه مشكل شمولي وناخذ الاتفاقيات الاستراتيجيه اللي تخلط بما فيها مصلحه كبيره وما فيها مشاكل غير ذلك هذا هو الامثله الو دابا اذا سمحتوا هذا هو الاقتراح اللي تنشروا الصوره ديال الاقتراح انا لك تقول لك من تما بين راه غير سوقي انا ما بقيتش نعمل على هذا الشيء ما بقيت حتى شي حد يعمل عليا في نفس الوقت انه جابها غادي يدير واحد البرنامج باش يبقى هذا يبقى فور ناس سي كيل فاس ترونزيتور انه يبقى فضاء خضر تكون نظافه يكون كافياج من اللي يجيو المشاريع اللي تستعملوا ولكن ما يبقاش
لأنك إذا أنا شفت